في ظل الحملات التي تطلقها مواقع التواصل الاجتماعي للحد من انتشار خطاب الكراهية والتشجيع على العنف، أمهل موقع يوتيوب مستخدميه شهرين لإزالة أي مواد تتضمن العنف. وكانت قد انتشرت في الآونة الأخيرة تحديات ومسابقات يصور فيها الناس أنفسهم وهم يقومون بأمور غريبة تعرض حياتهم للخطر، كممارسة أنشطة بأعين معصوبة أو الرقص خارج السيارات وغيرها. موقع يوتيوب هدد بحجب أي قناة لا تمتثل لهذا القرار. The dangerous challenges أي التحديات الخطرة وصلت إلى مراحل مرعبة. من أجل جذب المشاهدين ولفت الأنظار يعرض المراهقون حياتهم للخطر مما يتسبب في الوفاة أحيانا. لكن هذا سيصبح من الماضي بعد أن قررت قناة يوتيوب إزالة كافة التحديات الخطرة من منصتها، ومنح يوتيوب مستخدميه مهلة شهرين لإزالة المقاطع التي اعتبر أنها تحتوي على مشاهد خطرة أو تهدد الحياة. وبالفعل حضرت يوتيوب عرض تحدي تناول مسحوق الغسيل الذي انتشر لفترة وأقدم عشرات الآلاف على تجربته، ونجم عن ذلك حالة وفاة وكان يسمى تايد بود. الظاهرة الأحدث هي صندوق الطير، حيث يحاول الأشخاص عبرها القيام بمهام طبيعية وهم معصوبي الأعين، وهو مستوحى من فيلم أجنبي. صناع هذا الفيلم حذروا من تقليد محتواه، وذكر القائمون على موقع يوتيوب أن لديهم خطوطا حمراء بشأن المواد التي يراها أصحابها مضحكة، لكنها في الواقع قد تعرض سلامتهم للخطر. وتشمل المواد المضحكة تلك التي تنطوي على خداع شخص ليعتقد أنه في خطر حقيقي. وقال الموقع إنه لن يسمح تحديدا بالمزاح الذي يؤدي إلى تعرض الأطفال لصدمات نفسية شديدة. ولعل هذه الإجراءات الجديدة تفسح المجال للعديد من التحديات الجميلة والمبهرة والتي لا تشكل خطرا. ولكن هذه التحديات لا تحظى بالشعبية وسط ميل المراهقين لتجربة ما هو جديد وخطير. معنا الآن من دبي الخبير في تقنية المعلومات أيمن عيتاني. أستاذ أيمن مساء الخير، مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار. شهرين معهم الناس حتى يشيلوا كل هالمواد هذه عن يوتيوب، هل يلعب موقع يوتيوب دور مدير المدرسة في هذه المرحلة؟ يعني إذا كان هناك شخص معتوه يريد أن يتناول مسحوق بيرسيل على وجبة الغداء، يعني شو علاقة يوتيوب بهذا الموضوع؟ حلوة مهنة طريقتك كيف عم توصف يوتيوب. هلا هو كمان الحلو بموضوع يوتيوب بالذات اللي عم نحكي فيه نحن الليله، انه اكثر شيء استهلاك لمحتوى يوتيوب بالعالم عم بيكون من منطقتنا هون، من السعوديه، من الامارات، من منطقه الشرق الاوسط. فعندنا نحن اكثر كميه استهلاك يوتيوب على صعيد عالمي. ويوتيوب اللي عم يجرب حاول يعمله هلا يلي نحن كاشخاص عم بيهمنا، يعني بدنا نحضر فيديو حتى نكون يعني عم نتسلى بالفيديو، يكون في استمتاع معين لنشوف هالفيديوهات، فالناس عم تراقب هيدي الفيديوهات وتنبسط فيها. في قسم منهم بيحب يفرجي غير اصحابه انه هو في يعمل نفس الشيء، فبيشارك بهيدي التحديات المعينه. وهالتحديات عم تاذي الاشخاص، يعني في ناس عم تاكل صابون غسيل، يعني ما فيه إفادة ولا شيء ولا طريقة، عم بياكلوا يعني لأنه هذا هلا الرائج هلا، يعني كيف نحن عادة بيكون بدي طول شعري أو طول دقني لأنه هلا يعني كل الناس هيك عم تعمل، عم بيكون بالفيديو يلي على يوتيوب عم بيكون في هيك حالات معينة. يعني هلا لانه عم تتكاثر هيدي الفيديوهات، ولانه نحن عم نستهلك كثير من هالفيديوهات وعم نشارك كثير بهيدي التحديات، يوتيوب عم بتحاول تعمل نوع من تنظيم لهذا الامور، لانه هن عندهم سياسه معينه ضد كل شيء عنف، ضد كل شيء فيه اذى لاشخاص ثانيين، فعم بيحاولوا يوسعوا سياستهم لتضمن هيدي التحديات، لانه عم بيكون في كثير مشاكل وفي ناس بفئه عمريه صغيره عم تاذي حالها، وعم عم يجربوا يكونوا واعيين اكثر لهذا الموضوع. طيب ولكن استاذ ايمن، هل يوتيوب هون يعني بتلعب دور الاهل، دور المدرسه؟ اليست هذه الامور من واجب الاهل ان يرشدوا ابنائهم وان يتاكدوا من ان الابناء غير معرضين لمثل هذه المواد الخطره والسخيفه الى حد ما؟ سؤالك كثير بمحله، لانه لما انا بحكي مع اهل
يعني بيقولوا لي المشكله انستغرام والمشكله يوتيوب والمشكله فيسبوك، انا بوضح لهم انه نحن كاشخاص كل عمرنا هيك، يعني هيدي طريقتنا هيك نتواصل. الفرق بالتواصل الاجتماعي سلط الضوء علينا نحن كمجتمع وكاشخاص، فدور التوعيه بده يكون هون من المدرسه، من الجامعه، من الاصحاب، يعني حيكون في دور توعيه كثير اكبر هون. بس انا بشوفه دائما مع الاهل والمدارس عم بيخافوا من هالتقنيه، فعم بيجربوا ما كتير يكونوا عم بيتعاطوا هالموضوع. بس انا دائما بوضح لهم انه الصح والغلط ما تغير، من يعني ما خص مش منه موضوع انترنت او الاعلام الاجتماعي، الصح صح والغلط غلط، والدور علينا نحن كلنا بالمجتمع نوعي اللي بنقدر نوعيه على هيدي التحركات والتحديات هي. لافت كان ما ذكرته استاذ ايمن قبل قليل انه منطقتنا العربيه هي اكثر المناطق استهلاكا لمواد اليوتيوب، ما الذي يعنيه ذلك؟ يعني لا شك أن هذا يعني مؤشر على شيء معين، يعني لا أود أن أدخلك في متاهات، ولكن واضح أنه هذه لها يعني تفسيرات أو أنها مؤشرات على شيء ما. هلا هو في مؤشرات كثير مهمه، لانه منطقتنا في لها معطيات كثير بتساعدنا لقدام كمستقبل، لانه عدد التليفونات الذكيه، الهواتف الذكية الموجودة بمنطقتنا من أعلى المناطق بالعالم. واثنين، سرعة الانترنت اللي عم بتكون موجودة على الهواتف الذكية عم تتحسن. بس استهلاك هذه المواد ليس بالضرورة يعني أن يكون إيجابي في هذه الحالة. كل يعني إذا ما نشوف نحن كمضمون كإنترنت على صعيد عالمي، كله عم بيبعد عن المكتوب، على عم يروح على كل شيء بالفيديو والمرئي، يعني فكل بكل انحاء العالم هذا هو عم يكون الاتجاه. حتى فيسبوك وانستغرام اللي بنعرفه نحن اليوم، يلي عاده رح نشوف بيكون في صوره وبيكون في شيء مكتوب تحته، هذا كله حيتغير، حيكون كله فيديو مثل ما هلا عم بيكون بالستوريز موجود. فهذا كله من هون لسنتين لقدام رح يتغير، حيكون اكثريته يكون بالفيديو. منطقتنا نحن عم تقدر تكون سباقة أكثر بهذا الموضوع. شكرا جزيلا لك الأستاذ أيمن أيتاني الخبير في تقنية المعلومات، كان معنا مباشرة من دبي.